لما جينا نعمل حلقتنا الختامية كده وعملنا نظرة عامة على الحلقات، لاحظنا أنه غير الدراما والأعمال الناجحة والجدل والضجة، في موضوع معين كان حاضر في كثير من مقابلاتنا. للأمانة هو موضوع بيهمني أنا شخصياً وقد يكون بيهم كثير من الناس. لما يقعد يقولوا لها على السوشيال ميديا زايد وزنك زايد وزنك زايد وزنك، تطلع تقول لهم أدري زايد وزني، بتقولوا لي خبر جديد، يعني ضحكتيني بردة فعلك. ما أدري يعني تشني ما قعد من النوم أشوف وجهي بالمنظرة، أدري إني متنانة، مو زعزي تنمر الناس. أنا أمسك ملابسي أشوف هذا ما يدش فيني، لا أنزل وزني وأرد ألبس ملابسي. أنا ما أكل، ما أدري شنو يصير، بس بالليل يحوشني كذي أبي أكل بطاطا. بس بالليل بدأت أول شيء قالت لا أنا ما أكل، بعدين قالت بس أكل بالليل، بعدين قالت بطاطا وكاكاو، يعني كل عوامل الجريمة فيها. يعني إبراهيم أنت نحفان نازل أبو 13 كيلو. ما شاء الله، ما عمره وزني كان زي وزني من ولدنا تو. أوكي. دائما كنت وزن يعني، فكنت بس أبغى أرجع له أحس بالقوات من ولدنا تو، لأن المخرج كان يقول دائما يطلب العدسة الأوسع، ضايقت حدني. أيوة خلاص. تبغاني أقول اسم الإبرة؟ لا خلاص ما يحتاج، الناس كلها عارفاه، فأنا عندي اهتمام بموضوع الوزن بشكل شخصي يعني. ممتاز. بسم الله ما شاء الله عليك. كل بيسأل كمان إنه الرشاقة خساسين. أيوه. وساعدتني زي ما قلت حقن، مش عايز أقول اسمها للناس. خليني أسألك على السؤال المهم، مهم جدا 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 جدا. لا إله إلا الله. أنت نحفان؟ أنا نحفان عشان عندي سكر. فاهمة. بتأخذ أدوية سكر؟ لا بأخذ أدوية سكر وبأخذ الأوبر اللي تساعد. هذه الإجابة اللي أبغاها. في ذمتك؟ والله كان قلتي لي قبل الهواء و... تبغاني أقول اسم الإبرة؟ لا يا أنا فعلا تخنت، قالوا لي ان انا عندي كسل في الغده. انت مره نحفانه، حابه اليوم تعترفي عشان تساره؟ بس اي انا خذيت ابر تخسيس بس ما نفعت معي، التزمت بالدايت 16 كيلو. انت نحفان، هل نحفان للحشاشين كنت ولا لشيء ثاني؟ لا انا بصراحه الحشاشين خلاني ازيد، تعرف اللبس التاريخ وهيك بالضبط، كله وسع الحزام وسع. لا نحفان توزنون الضيوف هنا ولا السنة اللي فاتت كم كان وزني ولا يلا خلينا نعدي؟ لا هي مو وزن الضيوف بس، هو يعني أول شيء ألاحظ دائما أنا الفرق، لأنه تعرف كده كل فترة وفترة فأشوف الفرق. أنت نحفانة مرة يا مي. والله مرة عزلي 10 كيلو كده حلوين. أنا أكيد فرحانة لأني دائما كنت بشوف الناس الرفيعة دي وأقول يا رب ليه ما خلقتنيش رفيعة كده زيهم. فأنا مستمتعة دلوقتي بالرفع جدا. فعليا ما فضل غير نوزن الضيوف، بس يعني انا ما دخلني انا والله العظيم، يعني الناس بتسال كثير عن هذا الموضوع، تعرفوا يعني دائما الفنانين بيكون عليهم يعني الاضواء والكلام ده كله، فالناس فعلا بتسال ايش اعمل